صباح الخير يا برنس مصر. صباح الخير يا حبيبي. عامل ايه؟ كويس. صباح الخير يا ندى. صباح الخير. عامل ايه؟ الحمد لله. طبعا يا جماعه دلوقتي برنس مصر لسه نازلين من البيت حالا ورايحين يعمل العمليه بتاعت مناخيره باذن الله. يا جماعه العمليه تبدا الساعه 12 واحنا دلوقتي الساعه 11 وكملوا معانا باقي اليوم باذن الله. طمنا بالسلامه يا حبيبي. ان شاء الله. انا بس كل اللي عايزه بس وانت دلوقتي طول ما انت ماشي لحد ما توصل لحد ما تخش العمليه تفضل تستغفر ربنا وتصلي على النبي كده. حاضر. باذن الله خير. حاضر. ان شاء الله. باذن الله خير. بتدعي له؟ طبعا. خايف يا حبيبي؟ ايه؟ خايف ولا لا؟ بامانه؟ لا. ها؟ مش خايف؟ باذن الله خير. استنوا معانا يا جماعه. بصوا يا جماعه طبعا لسه واصلين المستشفى. اول ما دخلنا المستشفى دخلنا عند دكتور التخدير اشوف محمد الاول عامل عمليات او قبل كده او اي حاجه نشوفه هل يصلح للعمليه او لا. يعني معانا اسطوره مصر معانا وندى. انتوا كلكم لابسين كمامات اللي انا خدها والله. انا بص بس لغايه هنا بس. انت مخافك جعان كمان؟ صالح ضربه فيها يا جماعه من ده. بصوا صالح يعني بيلعب محمد مع صالح بيرفع دماغه خبط محمد والله. نسيت نزل دمه متعود زياده يعني عمل متعود اول. بص الحمد لله احنا كان نفسنا والله محمد يبقى العيد كويس وتبقى معانا بالسلامه كده ان شاء الله. يبقى بالسلامه خير ان شاء الله. الحمد لله كويس. الحمد لله خير. الحمد لله خير. صلى على النبي. بس زي ما قلت لك بس طول وانت عارف السر كده تبقى كويسه باذن الله. دي بنت مصر دي كاس في كاس في كاس يا عم. احنا وقت ايه بس يا عم محمود؟ موجود. انت السبب اللي خبطته. بنت مصر مخيله مكسور. انا هو السبب اللي كسرني. السبب الاكبر انت. انا كمان؟ اه عشان اللي ركبت تاكل الموزه في الحد بتاعك انت. اتفضل يا بنت رايح انت بقى شويه. السلام ان شاء الله. لازم انت معانا صح كده؟ ماشي الله يخليك. رايح انت يا بنت. ايه؟ بقول لك جلست اهو. عامل ايه؟ الاكل والله؟ الو صايم انت ها؟ انت اكيد ده ما يوطاش؟ يوطا طول دلوقتي. اكيد بيوطا. انت اكيد بيوطا صح؟ الساعة 17 بيوم. انت صايم من الساعة كام صح؟ من 6 قول لنا. الساعة 12 بالليل. والله؟ من الساعة 12 لحد دلوقتي الساعة 1 اهي. لا والله. ده تخش عملية الساعة كام؟ 1 2 صح؟ باذن الله خير. باذن الله خير يا حبيبي. عايز تنام ها؟ عندي صداع كده. معلش معلش باذن الله تقوم بالسلامة. تقوم بالسلامة وآخر عملية بإذن الله تعملها. إن شاء الله. بإذن الله. كله خير يعني الحمد لله. دكتور طبعا يا جماعه الدكتور طلب من محمد تحاليل ال اتش بي. اسمه ايه؟ اتش بي سي. اتش اسمه واحده مش عارف والله. احنا طبعا فتحنا السي وندى فرشته طبعا نسينا نقول لكم عليه. طلب منه تحاليل قال له لا لازم تعملها الاول بعد كده تدخل العمليه. والتحاليل دي يا جماعه حد جاي دلوقتي يسحب منه عينه وباذن الله يا جماعه بتقعد نص ساعه. قال لك من نص ساعه لساعه الا ربع وباذن الله العمليه ندخلها الساعه 2 يعني المفروض كل دوت يحصل قبل الساعه 2 يا جماعه. وحاليا الساعه 1 دلوقتي. وحاليا دلوقتي بصوا الساعه 1:03 انتوا متخيلين لسه فاضل ساعه ولسه في تحاليل في كل حاجه. والحمد لله دلوقتي جابوا له اللبس بتاع محمد اهو اللبس بتاع العمليات. طبعا مفاجاه باللبس. اه فمحمد انا بنصح انت ما تلبسوش دلوقتي. تلبسه مثلا الساعه 2 ل 10 ما تعياش لان انا حاسس التكييف عالي قوي ومش عارف اشتغل عليه. طبعا برنس يا برنس
خلصت غيرت؟ اه خلصت. صلي على النبي في ولا لا؟ بأمانة أهم حاجة. الصلاة والسلام. لا في سيرك طول ما أنت قاعد مش مرة واحدة. استغفر ربنا. بصوا يا جماعة برنس مطقة مزق فزق فزق. ماما هو ايه اللي في ايدك ده؟ انا عايز اعرف كنت مش موجود. ايه ده بقى؟ الاسم. اسم؟ برنس مصر محمود احمد. انت استغربت؟ ها؟ امال ايه؟ عربي تنحصر. والله؟ رقم الغرفة كام مكتوب؟ 27، ايه 27 دي؟ وقد قد من النبي مش هيعمل تحليل هنا ولا مش هو لسه عامل تحليل هنا؟ ألف سلام عليك يا حمو. عنده صداع يا جدعان ادعوا له بالله عليكم ان شاء الله يقوم بالسلامه باذن الله تقوم بالسلامه يا برنس مصر. كان على طول يغني لي اغنيه يقول لي برنس مصر ضد الكاس. لا يقول لي الاسطوره مدفونه مكسوره. اه يا اهو كسر لك من خيرك. شفت بقى يا حمو؟ شوف بقى شفت القدر ياخد حقه ان شاء الله يقوم بالسلامه يعني ان شاء الله. يا ندى. ايه يا احمد؟ قلقانه؟ اه والله كده بقاله ساعه. والله؟ والله. قال لك العمليه ساعه ونص او ساعتين؟ اه ساعه ونص. قال لي من ساعه ساعه ونص هنشوفه بقى. بس انا شايف العمليه يعني ايه بمناخيره. ليه تقعد ساعتين وليه تقعد ساعه ونص؟ يا ابني بيكسر وبيعمل وبيخلي. بيكسر ايه؟ مناخيره. والله مناخيره ثابت مكان. هو هيكسرها ويركعها تاني. يعني في كسر لحم هيضطر يكسره ويعدله مناخيره تاني باذن الله. خير ان شاء الله. خير ان شاء الله. العمليه اللي فاتت كان عاملها كان قعد ساعتين في العمليه. فعلا والله؟ اه باذن الله خير يا جماعه. وانتوا كمان ادعوا له يا جماعه يقوم بالسلامه ويطلعنا بالسلامه باذن الله. يا رب. يا ابو حميد. يا هلا. مش هتطلع ولا ايه؟ يا جماعه دلوقتي حوالي عدى ساعتين الا ربع ومستني محمد قدام اوضه العمليه. ربنا يستر يا جماعه والله. انا حاسس قلق يعني. هو اتاخر جدا. بقاله ساعتين يا جماعه في عمليه مناخير دي يعني. بإذن الله يطلعنا بالسلامة. مش عارف أدخل جوه عشان مش حد يتكلم صح؟ ما ينفعش. العملية. محمد لسه طالع من العملية حالا. الأسانسير دلوقتي. خير بإذن الله. اتدمر ها؟ إن شاء الله خير. فوق بيرنز اخد بنك كل يوم. حبيبي انا في باسكت في هولندا. برنس يا مولك. برنس ماس خد خليك انت قاعد في الطوال هناك جنبه ولا جيب الكرسي بره. برنس بس يا جماعة مناخيره متدمرة. حمو ايه عامل ايه؟ كويس. انت عارفني انا مين؟ اه مين؟ مستحق. مين؟ مستحق. مسطرة مين يا ابني؟ عنده صداع جامد التأثير ده. بس قالك فوقوه خلي بالك. والله؟ والله.
فوق دخل فوق. آه. محمد. إيه. عارفنا أنا مين؟ آه. أنا جابر. جابر الشرعوي. السلام عليك يا برنس مصر. السلام عليكم. عارف مين دي حمد؟ أنت تعبت ليه أنا ده بس؟ حاول ولا قوة. أيوه. ما تخش تعيط يعني. خلاص انا في استقام بالسلامة الحمد لله. يبقى كويس الحمد لله باذن الله خير. ان شاء الله خير ان شاء الله. يا حبيبي محمد. ابوك بيطمن عليك بيقول لك عامل ايه؟ ها؟ قول له كويس. ايه؟ عامل ايه يا حبيبي؟ والنبي سيبني عندي الزرع. ايه ده؟ طب ايه ده؟ طيب ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انت عارف تفتح عينك ولا لا؟ مش قادر تسيبني. طب ليه؟ ليه؟ مغطي انا ده غطي. حاول اقفل له التكييف حواليك عشان يرتاح. ساعة يا حمو. بصوا يا جماعة، هو دلوقتي حاليا الساعة 5، طلع من العملية الساعة 5، هو دخل العملية الساعة 3 بالظبط، كان المفروض يدخل الساعة 12 أو الساعة 1، دخل الساعة 3 وطلع الساعة 5. الدكتور قال لك قدامه ساعتين عقبال ما يفوق. يا ندى، قال لك قدامه ساعتين عقبال ما يفوق، وما ياكلش وما يشربش حاجة لحد ما يفوق خالص ويبقى عارف يتكلم معانا، تمام؟ ويبقى قادر يستوعب الموضوع. وباذن الله خير. ودلوقتي هيجوا يعلقوا له محاليل ويظبطوا له ايه لو عنده صداع، ياخد دواء صداع وكل حاجه. هو برضه يا جماعه برضه بقاله حوالي 16 او 17 ساعه ما اكلش، فده ياما قوي عليه يعني كحد يعمل عمليه وكده. ايه يا حبيبي؟ ايه ندى؟ ايه؟ فا ولا ايه؟ لا هو عايز ينام بس مسكر. اه ده خلاك قرب يخلص عشان تناديهم على طول. بالله عليك يا ندى ما تنط. ايوه حطي ايدك على الجرس من النبي. ندى هنبص ماسك الجرس. بص فاضل حاجات بسيطه. اه يعني قبل ما يخلص بشويه خليه يجي يقف جنب منك. ايه فاهمه ازاي؟ ايوه عشان يسحب. احنا جبنا له مناديل برضه ايه من غير ريحه عاوزه. ما هو طلب الدكتور ادرنس ادرنس حمو. عامل ايه يا حبيبي؟ ماشي يا عيني تعبان خالص. السلام عليك يا حمو. بقول لك ايه؟ عنده صداع. تقوم لنا بالسلامه باذن الله يا برنس. ما نشوفش فيك حاجه وحشه ابدا. ان شاء الله. تبقى مشرفنا كده دايما. طمن طمن حبايبك. كلمهم محمد طمن. معلش. برنس. عايز يطمنوا عليك. كويس. ايه؟ كويس كويس؟ خلي بالك قال لك هتشيل البتاعة ديت كمان يومين والحديدة ديت هتقعد معاك 15 ل 20 يوم. الحديدة دي الحمد لله الحمد لله خير. وقال لك برضه بعد كده محمد بعد ال 10 15 يوم دولت عايز تعمل عملية تانية تجميل في مناخيرك عشان مش تبقى معدولة من قدام هنا. قال لك عايز عملية تجميل تاني لسه. والله والله. لا قال لك الحته اللي انت يا محمد اول مره فيك. اه يعني انت عايزها. مش هستعملها ولا مش هستعملها ما تعملهاش. اه ان شاء الله مش هكملها. هو محمد قال لي ما نحلو دلوقتي من هنا بقت ستريت بقت حاجه واحده هنا. قال بس الحته اللي تحت دي معروضه فيها سنه بسيطه. اه قال لي بس انا عدلت له فوق. قال لي عدلت له العظم كله. دي بقى لو عايز تعملها عمليه تجميل بتعملها عمليه تجميل. وقال لي يا محمد كان في حاجات نزلتها برضه في الشنيحه الثانيه. قال لي عملت له شارع. الحمد لله الحمد لله. عشان بس كل حاجه لو في غضروف عنها ولا عشان كل حاجه في المنخير. كان في كان في اللي احنا اللي انت قلت مش عاوز اعمل فيها. كان في اللي انت كنت عاملها قبل كده. والله اقسم بالله. اه عشان هالك قال لك سبتها. اه قال لك هتروح تطلع تاني في حاجه انت ما نضفهاش كويس. عايز تنضف بس. الحمد لله الف حمد الف شكر للرب على اي حال. ايه يا حبيبي عامل ايه؟ فتح عينك كده وطمني عليك يا اخويا. كويس. ايه كويس طبعا يا جماعه. ندى كانت متاخره بصراحه قاعده مع محمد طول اليوم جالها الاكل مكافاه ليها.
صح انا ده وين بقى وين الطلبه هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دي مكافاه اللي انت قعدت مع جوزك ال 12 و 13 ساعه. طبعا لازم عشان انت جعان صح؟ جعان لا بس لازم ايه يا عم امشي ان انا افتح دي اشوف ايه هنا. كورونا دي ايدينا بقى مكروس طول هنا ولا مكروس عياني اه بس عيانين اسف والله شوفك شوفك زي عصفور ايدينا عيان عيان تعينا بص يا محمد بص استبيتك وبتاكل بص لسه ماكلتش ايه لسه ماكلتش بص يا حبيبي انا طبعا بصوا والعين ما شاء الله دلوقتي في مفرقه اصور لكم يا جماعه بعد ما تاكل تمسح الاطباق دي بص وتخش على اكل محمد يا جماعه برنس مصر بدا يفوق اهو بدا ياكل بصوا يا جماعه المفروض الدكتور قال لنا ياكل الساعه كام قال لنا ياكل الساعه 7 هو عبال ما فاق بصوا يا جماعه الساعه كام الساعه 9:41 تخيلوا صايم من امبارح الساعه 12 يعني اهو ساعتين وهيبقى يكمل 24 ساعه الحمد لله اللي جت على قد كده اصلا الحمد لله الحمد لله انت السبب يا اسطوره انت السبب هي مناخيره بس بدات تنزل دم دلوقتي والحمد لله يعني شويه وهتخف هي لازم تنزل دم والله والدعاء دي طبعا كانكم حاطين حديد على هي حديده اصلا هي حديده اصلا يا جماعه يا جماعة الدعامة دي تقعد زي ما قلت لكم من 10-15 يوم وكمان يا جماعة هو دلوقتي احنا مستنينه ياكل علشان ياخد المحلول اللي هو بتاع مسكن عنده صداع جامد كان عنده صداع جامد جدا ودلوقتي كل شوية يتألم والله العظيم يعني كل شوية عم اجي اتكلم يقول لي اقعد ساكت اقعد ساكت اقعد ساكت اه يا جماعة مش مستحمل واحنا عاملين نتكلم كل شوية معلش معلش يا حبيبي اصلا حد يمسك السرير والله والله باذن الله يقوم بالسلامة الحمد لله يا جماعه محمد الدكتور كتب له على خروج هو احنا اتاخرنا شويه عشان كانت مناخيره فضلت تنزل دم شويه وفي دم من بقه كده شويه بس الحمد لله كتب له على خروج وياخد بقى اللي هو الدواء اللي بيوقف الدم ده في البيت صح انا ده استنوا معنا. طبعا فصلت طبعا صح تعبنا من الساعه 11 للساعه 1 بالليل الحمد لله قال لك دي لو وقعت حمود يعني منزقها لو وقعت تلزقها تاني يا محمد بقول لك لو وقعت تلزقها عادي تاني ألف سلام عليك يا ريس شكرا جدا ايه السلام ايه الدم عايزه الدم عايزه اه بقول لك السفنجة بس اه احمد بقول لك لو عاوز تيجي لبكره تجيلي لو انت من تعبان احنا هنجي لبكره عندك الكارت ده بتيجي بيه بس اهم حاجه يا محمد الدم اللي بينزل بقى ما تبلعوش ابدا ما ينفعش حاضر تمام المنديل في وشه ماشي لحد ما ناكلين طلع السادس سلام انتوا لا انا هو تعبان مش مستحمل يطلع وين معلش معلش مكه صعب مكه صعبه عليا قوي ليه بقى؟ يعني انا نسيتها اصلا النهارده والله والله العظيم نسيت مكه جدا كل اليوم النهارده قاعده مع ابله هند الحمد لله ادعي لامه بقى طبعا ربنا يخليها لنا ربنا يخليك ليا يا اما يا برنس امك خباك بتقول لي تقول انا مكه وحشتك اه قول والله امك خلالك بتدعي لك يا محمد محمد ما تفضلش بقى محمد كل شويه كده تطف حوده هنا حوده اهو يا عيني عليك يا محمد استنى خلي بالك التاكسي بقى تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ أنا جيت في الشارع ده. أم برنس برنس.
حلو هنا. السلام عليكم.